كام واحد؟ انتوا مليون ولا كام؟ مش مليون يعني. اتفضل. 500 بس على زيادة. يلا قول. نعم. أنا جاهزة بس قول. النهارده التجمع ده جه بمناسبه انه في مصريين في امريكا في كاليفورنيا على وجه التحديد جمعوا كراسي خاصه لاطفال وشباب وكبار محتاجين انه يبقى عندهم الكراسي دي علشان ما عندهمش القدره على الحركه. فكان رائع، وزعناها مسلمين ومسيحيين من الكنيسه ومن الجامعه من مدينه نصر ومن عشوائيات في كل مكان. والجماعة اللي بعتوا كراسي اهتموا ان يعرفوا كل كرسي رايح لمين بالاسم وبالسن وبالوزن وبنوع الاحتياج ومشكلة الحركة اللي هياخدها، بحيث انه الكراسي دي مش طنبة واحدة، فالاهتمام ده بواحد واحد دي حاجة رائعة. جمعوها وشحنوها وخلصوها من الجمارك، والنهاردة بنحتفل بتوزيعها. الرسالة هي أن كلنا لازم نمشي مع بعض ونبني بعض مع بعض، الإنسان والمكان، وما نقعدش بقى نقول مين الغني ومين الفقير ومين العشوائيات ومين من الحتة الراقية، مين عنده إعاقة مين ما عندوش، نبطل بقى ونبني. دور الوزارة في تطوير العشوائيات الفترة الجاية؟ أن احنا نركز على البرامج اللي بتبني الإنسان. فمع العمران هيبقى في تشغيل الشباب، هيبقى في مشاريع إقراض وتنمية مهنية وتوظيف وبرامج للأطفال، ثقافة وتطوير الفراغات علشان الناس تعيش في أماكن أحسن شوية. شكرا لحضرتك.